ثانية، في هذا الفيديو انا هكلمكم عن تجربتي لما دخلت المستشفى الفترة اللي فاتت، والسبب ان انا بكلمكم عنها مش عشان احكي لكم عن حالتي الصحية والكلام ده، يعني الموضوع ده اكيد مش هيهم ناس كتير، ولكن انا بكلمكم عشان التجربة بتاعة الانشورنس والمستشفيات وكده. هي هنا في امريكا المستشفيات فيهم عندهم حاجات كويسة جدا جدا وحاجات سيئة جدا وحاجات عجب عجب، يعني معرفش عجبي عندنا هنا في كاليفورنيا ولا في كل الحتت كده مش عارفه، بس انا حبيت اقول لكم عشان طبعا حكايات من ولايات القناه دي بتقول لك على كل حاجه بتحصل في امريكا، فتبقى عارف النظام، تبقى عارف انت متوقع ايه، الدنيا ماشيه ازاي، فلو انت عايش هنا تبقى عايش صح، ولو انت ناوي ان انت تيجي تبقى جاي عارف انت جاي على ايه. اول حاجه النظام الكويس قوي قوي عندهم هنا هي ان الناس كلها بتتعامل زي بعض، من اول ما بتعدي من باب المستشفى خلاص الناس كلها زي بعض، سواء الشخص اللي بيدفع ميديكير او ميديكال الحكومه هي اللي بتدفع له، او الناس اللي عندهم انشورنس تبع الشغل بتاعهم، او الناس اللي بتدفع كاش، او الناس اللي ما تدفعش خالص، يعني الاداره بتاعه المستشفيات بيبقوا عارفين ان الشخص ده مش هيدفع، ما عندوش مثلا سوشيال سيكيورتي نمبر، اداهم عنوان غلط، قال ان هو والله كان جاي مسافر وماشي، يعني حاجات زي كده بيبقوا عارفين ان الشخص ده مش هيدفع، ولكن ما حدش بيقول لهم لا انت مش هتتعالج، ما حدش بيقول له لا ادينا ما يثبت ان انت يعني هتدفع الاول قبل ما نعالجك، الكلام ده مش موجود. السراير كلها زي بعض، الدكاتره بيعالجوا الناس كلهم، الدكتور والطاقم والنيرسز، ما حدش فيهم يعرف انت بتدفع ايه، ما حدش يعرف انت مين اللي بيكفر يو فاينانشال. فدي حاجه كويسه ان الناس كلها بتتعامل بني ادمين زي بعض. الحقيقه احنا في بلادنا كان في عندنا مستشفيات بيبقى فيه يقول لك ده قسم المجان وقسم اللي مش مجان، طبعا القسم المجان اهمال بقى شديد وحاجات فقيره وما تلاقيش بقى الاساسيات زي الشاش والقطن والكلام ده، لكن الاستثمار فيه كل حاجه. هنا مفيش الكلام ده، انا مش عارفه النظام ده اتغير في بلادنا ولا لا، الحقيقه ما اعرفش، ولكن هنا مفيش الكلام ده، الناس كلها بتتعالج نفس العلاج، طالما دخلت المستشفى كل امكانيات المستشفى تحت امرك، طالما ان انت مريض ومحتاج اي حاجه انها تعالج. فدي اول حاجه كويسه فيه. الحاجه الثانيه كويسه جدا، التمريض هنا هايل فوق الوصف فوق الوصف. الحقيقه انتوا عارفين 90% من العلاج بعد يعني ما العمليه تخلص او بعد ما الواحد ياخد العلاج بتاعه يتم التشخيص بتاعه هي النيرسز، فالممرضين هنا على اعلى مستوى الحقيقه، فاهمين بيعملوا ايه، حقيقه عندهم اللي بيسموها هنا البيد سايد مانرز، يعني المريض وهو نايم بيبقى تعبان عصبي بيتالم ممكن يزعق، هم الحقيقه عندهم القدره انهم يمتصوا الناس انهم يعاملوهم برحمه، الحقيقه فعلا بتشوف فيهم الرحمه دي، ممكن تلاقي فرد او اتنين خارج الطبيعي، يعني ناس ممكن يبقى بايخه، انا شفت طبعا اكيد ممرضين مش كويسين، ولكن واحده او اتنين دي يعني حاجه فرديه، لكن النظام ككل الحقيقه التمريض هنا ممتازين، الادويه يغيروا على الجرح، النظافه، الاهتمام بالتفاصيل الصغيره، كل شويه يخشوا يسالوك اخبارك ايه، يعني البين ليفل بتاعك عامل ازاي، الحقيقه يعني هم بيديروا الامور بشكل غير عادي. فالمستشفيات حقيقي الأعمدة الأساسية فيها طبعا الدكاترة، ولكن الممرضين هنا يعني حاجة قوية جدا، فقسم التمريض لا يعلى عليه. الحاجات السيئة جدا هنا بقى في النظام الأمريكي هي إن الإنشورنس بيتدخل في كل حاجة وبيدفعك مبالغ غير عاديه، احنا عارفين ان خلاص احنا عارفين طبعا النظام هنا في امريكا ان انت المواطن الامريكي بيدفع اعلى سعر دواء في العالم كله، مع ان معظم شركات الادويه امريكيه، معظم شركات الادويه هنا في امريكا، والا ان الدواء اللي انت بتتعالج بيه هنا في امريكا زيك بالظبط، واحد بيتعالج بيه يعني بس عدي الحدود هتلاقيه بيتعالج بواحد على 10 من السعر اللي انت بتدفعه هنا. فللاسف احنا بندفع غالي جدا، ولكن لما تدخل بقى المستشفى الانشورنس بيحطوا لك اعلى واعلى. فمثلا لو انت محتاج قطره، القطره دي مثلا حاجه للمناخير، لو في حد عنده كونجستشن في مناخيره فحاجه غير ينزل، طيب تلاقيها مثلا هي سعرها في الاجزخانه $18 يحسبوا لك ب 80، تلاقي جاي لك فاتوره الانشورنس 80، قصدي فاتوره المستشفى 80، طبعا الانشورنس بيبص عليها، اللي بيحصل المستشفى بتحط الارقام وتبعتها للانشورنس، الانشورنس بيقعد يبص وايه ويقول لا دي مش هتبقى ب 80 هتبقى ب 70، لا دي بتبقى ب 30 هتبقى ب 20 وهكذا، لكن برضه في الاخر السعر عالي. فدي حاجه الحقيقه غريبه جدا، يعني ان كل واحد يضرب بقى في العالي، الدكاتره تحط اسعار رهيبه والمستشفى سعر رهيب والانشورنس يدخل يحاول يعمل الكلام ده كله، وطبعا لو انت عندك انشورنس تبع الشركه بتاعتك كل دكتور او كل مستشفى بتحاول بقى ايه تشفط الانشورنس بتاعك كله، فتدخل مثلا ان انت تعمل عندك فسفوسه هنا تلاقي نفسك دافع الوفات، طب ليه يا جماعه كده؟
يعني مين يقول كده؟ فاي حد بيدخل مثلا طبعا لا بياخد بقى تخدير ولا بيتعمل له اي عمليه تلاقي فاتوره المستشفى 100,000، ده كده وش كده على طول. طبعا ارقام مبالغ فيها، شيء غير عادي ان ده يحصل يعني. فده شيء سيء جدا في النظام الامريكي ولازم يكون له حل. ما ينفعش ان انتوا تعملوا كده في الناس. طبعا لو كان واحد بقى ما عندوش انشورنس او الانشورنس بتاعه تبعه، يعني في ناس كتير سيلف امبلويد او ناس بتشتغل هو صاحب الشركه، فالانشورنس بتاعه هو اللي بيدفعه. فلما تيجي انت تشفط الفلوس بتاعت الانشورنس وتعمل الحاجات دي كلها، طب ما هو المواطن، يعني في ناس كتير بتبقى مريضه يقول لك لا ما اروحش المستشفى، انا اقعد في البيت ما اقدرش اتعالج، العلاج يعني موته اكتر من المرض نفسه. فحاجه يعني مش طبيعيه. ده من اسوأ الانظمه الطبيه في العالم، هو النظام الامريكي في موضوع الفلوس والكلام ده كله. سرقه يعني، علني كده سرقه، هم بيسرقوا. الحاجه بقى العجيبه جدا هنا في المستشفى ان اللي بيدير المستشفى هم الممرضين او الممرضات مش الدكاتره. يعني النظام هنا في التعاقد ايه؟ ان الدكتور، مفيش دكتور بتاع المستشفى متعين في المستشفى، لا الدكاتره متعاقدين مع المستشفى. الدكتور الوحيد المتعين في المستشفى على قوه المستشفى هو دكتور الامرجنسي الطوارئ، ده بتروح في دكتور قاعد 24 ساعه هناك، يعني طبعا شفتات، علشان هو على قوه المستشفى. فيما عدا كده اي دكتور متخصص ده متعاقد فقط مع المستشفى. فهو بيجي لما يكون في عمليه، بيجي يبص على المرضى بتوعه، لو في حاله يكلموه يقول لهم طب انا جاي لو ينفع ان هو يجي، وهكذا فقط. فهو بيروح وبيجي. عشان كده الواحد لما مثلا، انا دخلت المستشفى بالليل، دخلت المستشفى الساعه 7 بالليل، دخلوا بقى ايه اسعافات طبعا ومش عارفه ايه، وسيطروا على الموقف كده. طب يا جماعه فين الدكتور المتخصص بقى يشوف القصه دي؟ لا والله يا دلوقتي متاخر طبعا، عبال بقى ما دخلوني والفيلم ده بقت الساعه 10 ونص 11 بالليل. فقالوا لا والله الوقت اتاخر جدا، مفيش دكتور دلوقتي. طب ايه استني للصبح؟ طب انا عندي نزيف داخلي يا جماعه، معلش احنا سيطرنا على الموقف، يعني هم يعني حافظوا على حياتك وكل حاجه، بس يعني مفيش دكتور، ان انت لازم تستنى الصبح لما الدكتور يجي. وطبعا الدكتور بقى عبال ما جالي، ومش جالي مثلا على الساعه 11 12، عبال ما كان جاي بقى بيلف على العيانين وجه عليا، وبعدين في الاخر قال لي شويه حاجات كده، وسكادجول يو الساعه 5 هنعمل لك العمليه. طب يا جماعه انا جايه من امبارح بالليل بنزيف داخلي، استنى ادخل الساعه 5 تاني يوم؟ فقالوا لي بصي اصل الحقيقه في يعني سكادجول كبير، فاحنا زقناكي في وسطك. طب ما هو اكيد اللي بيجي المستشفى ده بيبقى جاي طوارئ، يعني لازم يكون في حد بيتزق عشان يدخل. فده وضع غريب جدا الحقيقه. حتى الدكتور بعد ما بيخلص عمليه بيمشي، لو عايز بقى اي حاجه الممرضه بتبيجهم ويكلمك اها الموضوع. فانت انت بتقولي للممرضه ايه الحاله، انت حاسه بايه، والممرضه تروح تقول للدكتور، والدكتور يقول لها اعملي ايه، والممرضه تيجي تقول لك الدكتور قال لك اعملي كذا. تفضل بقى ايه الحكايه رايحه جايه رايحه جايه كده، مفيش علاقه مباشره بينك وبين الدكتور، لغايه ما يجي لك بقى تاني يوم في المرور بتاعه يعدي عليك. ممكن يجي لك 10، ممكن يجي لك 2، ممكن يجي لك 5، والله انت ونصيبك بقى. فده حاجه عجب عجب يعني بصراحه. يعني طبعا ساعات الواحد بيضطر يفضل قاعد في المستشفى مستنيه الدكتور لما يجي يشوفني. طب ما انا مخلصه كل حاجه، بس العداد بيعت، الكل قاعده في المستشفى كل ساعه، وكل حقنه بيحطها لك، وكل مش عارفه شاش بيطلعه لك، وكل مش عارفه ايه بتدفع عليه فلوس قد كده. طب يا جماعه طب ما تعينوا حد في المستشفى. فانا مش عارفه هل النظام ده بس في كاليفورنيا ولا موجود في الولايات التانيه؟ انتوا عارفين هنا كل ولايه ليها نظام مختلف. فالناس اللي في الولايات التانيه يقولوا لنا النظام ايه، لكن الحقيقه المتعين على المستشفى هم الممرضين والممرضات ودكاتره الطوارئ، فيما عدا كده كله كونتراكترز رايح جاي رايح جاي عليك بقى وانت ونصيبك يعني. فدي عجب العجاب، اللي هو الحقيقه الممرضين يعني كويسين، بس ما ينفعش يدير الموضوع الممرض، لازم يكون في دكتور مقيم طول الوقت في كل قسم. يعني قسم البطنه يبقى في حد بطنه طول الوقت موجود فيه، قسم القلب في حد قلب موجود فيه، لكن الدكاتره بتروح وتيجي كده مش عارف. فيعني لو انا بقول كلام غلط فهموني، هل النظام كده عادي ولا ايه؟ احب ان انا اسمع رايكم واشوف تجربتكم في المستشفى عامله ازاي. في الفيديو اللي بعد كده هقول لكم بقى تعملوا ايه لما تروحوا المستشفى، علشان يعني انت يعني احكي لكم على التجربه بقى خطوه بخطوه، علشان تبقى عارف تتوقع ايه يعني، وتبقى تعمل ايه في الامور اللي زي كده. فدي كانت ملاحظاتي على الدكاتره والمستشفيات هنا في امريكا. وطبعا لو في اي اسئله يا ريت نتكلم مع بعض، لان الموضوع ترايل اند انر، انت بتخش وبختك يا ابو بخيت بقى بيحصل ايه. المهم تابعوني طبعا، ويا ريت تعملوا سبسكريبشن في القناه، القناه دي بتفيدك، معموله عشانك انت، عشان تفيدك، علشان تبقى عايش في امريكا وانت فاهم النظام عامل ازاي. كان معاكم رانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات.